السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ انا معايا 1.5 كيلو جمبري. النهارده هنعمل مع بعض الكشك الاسكندراني. طبعا انا معايا 1.5 كيلو جمبري، ده هقشره وهعمل منه نصه، هعمل الكشك ونصه هعمل كفتة الجمبري. تمام، طبعا الكشك ده على طريقتنا، الطريقة الاسكندرانية طبعا. تمام، خليكم معايا. انا هقشر الجمبري وهاخد القشر بتاعه هعمل بيه شوربه، هعرفكم الشوربه دي انا هستخدمها لايه. تمام، ده 1.5 كيلو جمبري. طبعا عايزه تجيبيه صغير، عايزه تجيبيه وسط، عايزه تجيبيه كبير. انا يعني لحد ما جايباه وسط عشان اعرف اقشره. الصغير في الاصغر منه حبه، مش الصغنن خالص، ده ما ينفعش. الاصغر منه حبه يمشي برده، هتقشريه وهتستخدميه في الكشك بتاعك او كفته الجمبري. بس ده الى حد ما كويس ووسط، تعرفي يعني تتعاملي معاه وتقشريه وتستخدميه. خليكم معايا كده خطوة بخطوة. بص، انا حطيت قشر الجمبري على النار، طبعا حمصته الاول، اخدته تحميصة، وبعدين حطيت عليه جزر، كم واحد جزر كده تقطعيهم عليه، وقرنين فلفل حامي ترميهم برضو في مع الجمبري، وراس ثوم برضو، وكمون بقى وفلفل اسمر ومعلقه بابريكا وطماطمتين ثلاثه وفلفل اسود وملح، واخدتهم لفه كده مع بعض كلهم، وبصلايه كبيره او بصلتين، تاخديهم لفه مع بعض يتحمصوا كلهم مع بعض، وتحطي ايه الميه وتسيبيها بقى كده على نار هاديه خالص. تنزل القشر ده، نزل كل البهاريس، والقشر ده بيعمل حاجات كتير طبعا، انا هستعمله، اللي بينزل احلى شوربه، فهستعمله زي ما قلت لكم في كفته الجمبري وفي الكشك الاسكندراني. هصفيه وهخلصه وهوريه لكم برده. انا قشرت الجمبري اهو زي ما قلت لكم، طبعا نصه انا هعمله كشك الاسكندراني ونصه هعمله كفته جمبري. بس انا يعني دلوقتي حاطه لكم مقادير الكشك: الجمبري، ثوم، بصل، الدقيق اللي هدوب فيه الشوربه، صلصه، ملح، فلفل، كمون. تمام، طبعا انا هوريكم الشوربه، انا هدوب الدقيق بتاع الكشك بشوربه الجمبري، مش هحط عليه ميه. طبعا الناس بتحط عليه ميه، انا وريتكم ليه الجمبري وعملت القشر بتاعه شوربه عشان اعرفكم ان انا هستخدمه في الكشك وهستخدمه في الكفته، مش هحط ميه. ده بتدي الشوربه، بتدي تيست عالي كده، وبتدي طعم اكتر، بتدي طعم الجمبري اكتر من الجمبري نفسه. خليكم معايا بقى، انا ايه هحط الكشك على النار وهوريكم انا هعمله ازاي. انا حطيت حله على النار، احط فيها حبه زيت زيتون عشان اقلي البصله بتاعت الكشك. تمام، انا عامله ايه، عامله بصلتين كبار، ده نصهم للكشك ونصهم بسم الله لكفته الجمبري. تمام، هقلب كده قلبتين، هصفرها بس مش هخليها ايه حمرا قوي. تمام، وعامله راس ثوم، مقشره راس ثوم، فرمتهم، هاخد برده نصهم للكشك ونصهم لايه؟ لكفتة الجمبري. تمام، خدهم لفة كده مع بعض، وهحط الصلصة. تمام، انا مجهزة الصلصة بتاعتي اهي. الفلفل والملح والكمون، كمون فلفل، ملح. طبعا انا مش قادره اقول لك مقادير عشان ده الملح والفلفل والحاجات دي بتاعتك، يعني ايه
تقديريا كده. هيغلي غلوة والتانية، وهبدأ أحط الإيه الجمبري بتاعي. وبتتحكمي في تقله، يعني أنا حاطة هنا دي ده أنا هدوبه قدامكم بشوربة الجمبري مش بمية، تمام؟ مش بحط عليه مية، بيدي تيست أعلى كده وطعم حلو زي ما قلتلكم. هيغلي وأحط الجمبري، بدأ يغلي. طبعا الطماطم لو لقيتيها مش حمرا، عشان لازم الكشك يبقى احمر، بتحطي عندك حاجتين، بتحطي يا صلصه يا بتحطي بابريكا. انا عن نفسي ما بحبش الصلصه قوي في الاكل، فلما بحب احمر الصلصه بتاعتي بحط لها معلقه بابريكا، مش بحط لها صلصه، تمام؟ الصلصه معايا غلت، ببدأ انزل بالجمبري اهو غلوه، والتانيه برضو، وايه وهحط الدقيق، هدوب برضو الدقيق قدامكم عشان يبقى جاهز. احتاجتي ميه، احتاجتي تقللي، يعني انت لو وصي ميه انت تقدريا كده بتشوفي الصلصه، لو تقيله عندك بتزودي ميه، خفيفه بتقليها بحبه صلصه يا اما ان معلقه بابريكا زي ما قلت لك. انا هنا الصلصه بتاعتي محتاجه ميه، مش هحط ميه، انا هحط شوربه. زي ما قلت لكم ما بحطش ميه في الاكله دي بالذات، بحط شوربه جمبري زي ما وريتكم. الشوربه لما انا قشرت الجمبري عملته طبعا شوربه، ده بستخدمه في الحاجات دي. ليه؟ بتعلي طعم الاكله معاكي من غير ما تحطي ميه. ليه؟ دي ده الكشك ده الجمبري، فبتحطي له ميه ما بيبقاش له طعم. هدوب بقى الدقيق بالشوربه، هجيب الشوربه، دي شوربه الجمبري اللي انا عملتها ووريتها لكم. حطيت منها دلوقتي حبه على الصلصه عشان لقيتها تقيله، ولو هلاقي الصلصه برده معايا تقيله هزود شوربه جمبري. ودي الشوربه دي اللي انا هدوب بيها الدقيق بتاع الجمبري. سهل جدا على فكره الكشك، يعني سهل 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 فوق ما انت تتخيلي، تمام؟ انا حاطه 5 معالق دقيق كبار. طبعا ايه هوريكي، احتاجتي بتزودي دقيق تاني، ما احتاجتيش وانت بتقلبي ودي انا هوريكي، وانت بتحطي تقديريا كده بتشوفي. انا هدوبه معاكم. بصي انا حطيت ايه، انا حطيت شوربه جمبري ما حطيتش ميه، وبراحتك عايزه تحطي ميه برده، هو اصلا ما حدش بيعمل كده، يعني هو كل الناس بتحط ايه بتحط ميه بصراحه يعني، بس انا بحب ايه اعلي الكشك قوي، يعني تبقي بتاكليه وانت بتغمسيه كده، حتى لو مش بتاخدي معاه الجمبري حته الجمبري، لا انت طعمه جمبري. ده السر بقى في الكشك الاسكندراني، ومش اي حد برده بيحط شوربه الجمبري دي على الدقيق او مع صلصه الجمبري. لو شك ان الدقيق بتاعك بيكلكع هتصفيه في مصفى سالك، يعني للتاكيد عشان ما يكلكعش معاكي في مع الصلصه، تمام؟ انا معايا الصلصه الجمبري بقى، طبعا ايه ما بياخدش سوى لفه والتانيه، عشان لما بتديله سوى جامده بيبقى بيشد كده مش بيبقى حلو، تمام؟ انا هحط معلقة بابريكا عشان انا حاسه صلصتي مش حمرا قوي. معلقة بابريكا شوربه قدامي عشان
وانا بنزل بالدقيق، لو حسيت الكشكي بتاعي تقيل قوي هخفف بالشوربه. تمام، حسيته خفيف هدوت معلقه دقيق تاني مع الشوربه وهنزل بيهم. يعني مفيش اي معاكي يعني اي حاجه تضايقك بالذات، يعني الكشك ده اسهل ما يمكن. انا بحوطي عشان وانا بنزل بالديل كده واحده واحده، بسم الله الرحمن الرحيم، وبتقلبي واحده واحده وبتقلبي اهو. بصوا بقى هو تقل معايا، شايفين تقل معايا، هنزل بايه؟ هنزل بالشوربه. تمام، برضو تقيل معايا، هنزل بشوربه. تمام، غلوه واحده وبتشيلي من على النار. انا دلوقتي هغرف الكشك بتاعي اهو، ده بيبقى التقل بتاعه. تمام، هغرفه وهقلله بقى. بسم الله الرحمن الرحيم، هحط النعناع اللي بيبقى على الوش، حمره طبعا برضو قدامكم. تمام، الكشك ده يا جماعة مطلوب مني، فأنا عملته النهاردة. تمام اهو، تحطيه في الاطباق اللي هي الفويل دي بتبقى احلى، بدل ما تستخدمي اطباق من عندك وتاخدي اطباق من عندك وتيجي تعملي حاجه ما تلاقيش اطباق، فطبعا دي ايه بيبقى احسن واوفر، تبقى موجوده ايه في البيت. الجمبري بقى انتوا لو سبتوا الجمبري استوى هنا كتير يعني مع الصلصه مش هتلاقوه، هتلاقوه كش كده، وتيجي تاكلوه يبقى عامل زي الجلده كده، زي مش هيبقى حلو، هيشد معاكي هيعض معاكي. وهوريه لكم برده وانا بحط النعناع على الوش بتاعه. تعالوا بس معايا ايه اهو، نحط الطاسه على النار. تمام، الطاسة على النار، احط فيها ايه؟ حبة زيت زيتون، احط حبة زيت زيتون، معلقتين كده. تمام، وهنزل بالنعناع الناشف. طبعا ده بتفركيه بايدك، ما بيبقاش فيه عيدان ولا بيبقى فيه ايه حاجة، بتفركيه تمسكيه تفركيه كده تطلعي منه ايه اي حاجه. تمام، اي عيدان اي حاجه، انا عايزه الورق بتاعه بس، لقيتي اي عيدان زي كده بتاخديها بترميها عشان دي ما ينفعش تتاكل مع الكشك. انا هزود حبه زيت زيتون عشان الزيت عندي مش كتير، حمصيهم كده. ياخدوا تحميصه بس كده على النار، لازم يتحمص حلو. ده بقى اللي بيدي ريحه برضو للكشك الاسكندراني. ريحته طالعه جميله وهو بيتحمص كده مع زيت الزيتون، تحفه. بصي زي ما بقول لك، لو لقيتي اي عيدان اي حاجه بتشيليها كده بايدك. اول ما تلاقي ريحته طلعت
اول ما تلاقي ريحته طبعا تطفي عليه على طول وتايه وتحطيه بقى على وش الكشك. انا هحط بقى النعناع الناشف اللي انا حمصته على الكشك التاني. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هو بزيت الزيتون كده تحفة. برضو هتعمليه بزيت ذرة برضو مش مشكلة. جميل. تمام. احلى كشك اسكندراني وبالف هنا. واللي جربه بقى يقول لي، يا ريت يبعت لي ويقول لي ايه رايكم. الكشك بقى الاسكندراني على اصوله ما فيهوش اي تعقيدات يا جماعه، ولا صعب ولا اصل في ناس تقول لك كشك انا ما اعرفش اعمله. يعني اديني انا وريت لكم الكشك اهو ما فيهوش اي يعني اختراع. هو ده الكشك بتاع امهاتنا واجدادنا تمام، ما فيهوش اي حاجه. يعني انا بوريهولك على اساس ما فيهوش اي تعقيدات، تعمليه براحتك عادي وتعمليه في العزومات بيبقى تحفه وجميل. ويا سلام بقى لو شويه جمبري كده يترصوا طبعا، بس ايه هو الجمبري على قد. تمام. انا خلصت. يا رب طريقه الكشك بتاعتي تعجبكم واشوفكم على خير والسلام عليكم.